مرصد سوداني تدعمه أمريكا يوثق تدميراً ممنهجاً وحرق كرة بأكملها في دارفور. حملة حوثية تستهدف 116 تاجر أدوية في صنعاء وتغلق 36 صيدلية. أزمات لبنان الاقتصادية تفتك بفئة عاملات المنازل الأجنبيات، وحقوقيون ينتقدون استثناءهن من قانون العمل. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. طلبت الحكومة السودانية من أديس أبابا والاتحاد الإفريقي عدم التعامل مع المبعوث الأممي فولكر بيرتس. جاء ذلك خلال خطاب أرسلته سفارة السودان في أثيوبيا. قبل ذلك تمسك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بموفده إلى الخرطوم رغم رفض الحكومة السودانية، واعتبرت المنظمة الأممية أن ذلك يخالف مواثيق الدول والتزاماتها. What I can tell you is that the Secretary General recalls that the doctrine of persona non grata is not applicable to or in respect of United Nations personnel, and its invocation is contrary to the obligations of states under the Charter of the United Nations, including those concerning the privileges and immunities of the United Nations and its personnel. Mr. Pertus is in Addis Ababa. We'll share whatever travel changes we may get. قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قال إنه ناقش مع الاتحاد الإفريقي الجهود المبذولة في منبر جدة لحل الأزمة في السودان. البرهان قال إن سبب فشل الهدن عدم وجود آليات ملزمة لمتابعة خروقات الدعم السريع. وقال البرهان إن الدعم السريع لم يلتزموا بإخلاء منازل المواطنين والمستشفيات ومراكز الخدمات والمرافق العامة. وشدد قائد الجيش أنه مع أي حل ينهي الحرب في السودان التي بدأت في 15 من أبريل الماضي. وقد دخلت هدنة جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ صباح اليوم، مدتها 24 ساعة فقط. وبحسب مراسل الحدث فإن العاصمة شهدت هدوءا حذرا خلال الساعات الأولى للهدنة. وتهدف الهدنة الجديدة كسابقاتها إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى حوالي 25 مليون يحتاجونها. وأودى النزاع الحالي بأكثر من 1800 شخص، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بالإضافة لنزوح نحو 2 مليون شخص، أكثر من ربعهم عبروا إلى دول مجاورة. ووفق المنظمة الدولية للهجرة تعاني الخرطوم ومدن أخرى من نقص في المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء وتراجع الخدمات الأساسية، كما باتت 3/4 المستشفيات في مناطق القتال خارج الخدمة مع مخاوف من تفاقم الأزمة مع اقتراب موسم الأمطار الذي يهدد بانتشار الملاريا من جديد. من جانبه حذر رئيس بعثة الصليب الأحمر المنتهية ولايته من أن الوضع الصحي قابل للانهيار في أي وقت، ووثق تقرير أولي لمرصد نزاع السودان الذي تدعمه واشنطن تدميراً واسع النطاق وموجهاً لمنشآت المياه والكهرباء والاتصالات، كما وثق 8 هجمات ممنهجة لإحراق الممتلكات وتدمير قرى في دارفور، وهجمات على مدارس ومساجد وغيرها من المباني العامة في مدينة الجنينة. وزارة الخارجية الأمريكية كشفت أن واشنطن تراقب أنشطة طرفي النزاع في السودان، وأنها ستنشر بعض نتائج المراقبة للهدنة عبر منصة مرصد الصراع في السودان. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نور الحصني. إذن الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في السودان تبدو غير كافية لحماية الشعب السوداني وحقن دمائه، بل لابد من مراقبة أنشطة الأطراف المتحاربة على الأرض كما تقول الولايات المتحدة.
وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن واشنطن تستخدم الأقمار الصناعية لتراقب الأوضاع الميدانية وتحلل البيانات، مشيرة إلى أن هذه المراقبة وثقت انتهاكات متعددة من كلا الجانبين المتحاربين في السودان. وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستنشر بعض نتائج مراقبتها عبر منصة مرصد الصراع في السودان، والتي توفر تقارير مستقلة حول تطورات النزاع في السودان، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتحركات المعدات العسكرية وحركة السكان. ووثق تقرير أولي للمرصد تدميرا واسع النطاق وموجها لمنشآت المياه والكهرباء والاتصالات قبل بدء الهدنة، كما وثق 8 هجمات ممنهجة لإحراق الممتلكات عمدا دمرت قرى في دارفور، وكذلك عدة هجمات على مدارس ومساجد وغيرها من المباني العامة في مدينة الجنينة في أقصى غرب البلاد، والتي شهدت هجمات عنيفة شنتها جماعات محلية وسط انقطاع للاتصالات. وزارة الخارجية الأمريكية أضافت أن هذا الجهد نتج عن تعاون بين شركتي نظم المعلومات الجغرافية إسري وبلانيت سكيب AI، بالإضافة إلى مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل. بيان الخارجية الأمريكية قال إن منصة مرصد السودان أو مرصد الصراع في السودان تساهم بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن للمتضررين من القتال. ومنذ بدء المعارك في 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن سرعان ما كان يتم خرقها. وكما سابقاتها فتهدف الهدنة الجديدة إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى نحو 45 مليون نسمة يحتاج أكثر من نصفهم إلى مساعدات عاجلة، بينما يشكك مراقبون في أن تكون هذه الهدنة أفضل من سابقاتها، خاصة أن ظروف النزاع لم تتبدل، وتستمر المنظمات الإنسانية بتحذيرها من خطورة الوضع الإنساني في السودان، لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور. من الخرطوم ينضم إلينا الصحفي عمار أبو شيبة، أهلا بك معنا عمار. ومن أم درمان أيضا معنا صحفي في مكتب الحدث شهدي نادر، أهلا بكم. سأبدأ معك من الخرطوم، نريد أن نعرف منك كيف هي الأمور الآن، تقريبا نصف اليوم عدى يا عمار على الهدنة التي انطلقت من الصباح. نعم تهاني، أهلا ومرحبا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام. الوضع هنا في شرق العاصمة الخرطوم يشير إلى أن الهدنة ما زالت متماسكة، ليست هنالك خروقات حتى اللحظة. الحركة تبدو أيضا بحذر شديد في عدد من المناطق والشوارع التي كان من خلالها يستطيع عدد كبير من المواطنين التحرك قبل بداية الحرب، ولكن هنالك هدوء حذرا رغم أن ليست هنالك خروقات، لم نستمع لأصوات انفجارات ولا أيضا تحليق للطيران الحربي أو حتى طائرات الاستطلاع ولا المضادات الأرضية حتى اللحظة. الهدنة ما زالت متماسكة. نعم، طيب سأنتقل إلى أم درمان شهدي، لك أن تضعنا في يعني صورة الأجواء هناك، وإن كانت لديك معلومات حول الوضع في الجنينة الآن، هل هناك من مساعدات دخلت؟ هل هناك محاولة لنشر الجيش مثلا في تلك المنطقة أو الشرطة لتأمين المواطنين ومنازلهم ويعني ممتلكاتهم؟ شهدي نادر. نعم تهاني، الوضع في مدينة أم درمان يشابه إلى حد كبير الوضع في مدينة الخرطوم. الهدنة تكمل ساعتها 7 وتدخل في ساعتها 8 بذات الهدوء الذي بدأت به. هي هذه اللحظة تقيب كل أصوات الاشتباكات وذوي الأسلحة بشقيها الخفيف والأسلحة الخفيفة ثقيلة يقيب الطيران عن التحليق. حتى الآن نحن نتحدث عن 8 ساعات لم نرصد خلالها أي أصوات اشتباكات. هذا الأمر تهاني انعكس على حالة الشارع من خلال ازدياد معدلات الحركة، نزول المواطنين إلى الشوارع لشراء حاجياتهم وغضاء أقراضهم وما يحتاجون
إليه. الحركة حاليا لو كنت تشاهدينها في الشارع هي تزداد بشكل ملحوظ، الناس باتت تتحرك بشكل فيه شيء من الأريحية. تحدثنا معهم يقولون بأنهم يطمعون في أن تكون أن فترة الـ 24 ساعة هذه لا تكفيهم لمحاولة الحصول على كل ما يحتاجونه للتنقل وخلافه، يطالبون بزيادة أيام هذه الهدنة حتى يتسنى لهم الحصول على كل ما يرغبون فيه حتى يتمكن من هو عالق من السفر خارج ولاية الخرطوم. لم أستمع. نعم طيب، يبدو بأنه في مشكلة في الصوت. طيب شهدي، سأعود إليك، سأنتقل إلى عمار. عمار، لك أن تطلعنا على المناطق الحيوية العسكرية المهمة التي سيطر عليها قوات الدعم السريع، وكان الصراع مستمر بينهما حول هذه المرافق. أتحدث هنا عن قواعد عسكرية تابعة للجيش في العاصمة، أتحدث عن سلاح المهندسين، أتحدث عن شارع المطار، أتحدث عن القصر الجمهوري. نعم تهاني، منذ الأيام الأولى للحرب يقول الجيش في عدة بيانات بأن الدعم السريع سيطر على عدد من المناطق التي كان يتواجد في حراستها، خاصة القصر الرئاسي وعدد من المقرات أيضا الهامة كمجلس الوزراء وعدد من الوزارات في قلب العاصمة الخرطوم. المطار أيضا كانت تتواجد فيه قوة مشتركة ما بين الجيش والدعم السريع بعد الاشتباكات التي دارت فيه، أصبح منطقة اشتباك من الدرجة الأولى ومحيط القيادة العامة للجيش. الطيران الحربي كان في الأيام الأولى قد قصف عدة مواقع للدعم السريع خاصة في وسط العاصمة. كان هنالك البرج الإداري لقوات الدعم السريع الذي أظهرت الصور احتراق البرج بعد قصف جوي، وهو الذي يقابل القيادة العامة للجيش. المنطقة محيط القيادة العامة للجيش ومحيط منطقة السوق العربي والمطار وشارع المطار هي مناطق من الدرجة الأولى تعتبر ساخنة جدا باعتبار أن الاشتباكات فيها مترامية وعمليات الكر والفر ما زالت مستمرة. الدعم السريع بالجانب الآخر يتحدث أنه يسيطر على نسبة كبيرة جدا من العاصمة الخرطوم، يعني بذلك عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم كشارع المطار وأيضا عدد من الجسور في مدينة بحري أو حتى في مناطق شرق النيل وعدد من المناطق في مدينة أم درمان خاصة محيط الإذاعة والتلفزيون الذي يقول أنه ما زال يتواجد فيها، وعدد من الشهود يؤكدون أن المناطق التي دائما ما يتواجد فيها الدعم السريع تكون مناطق اشتباك من الدرجة الأولى، خاصة وأن سلاح الطيران حتى قبل دخول الهدنة الجديدة ل 24 ساعة بعشر دقائق كان يقصف عدد من المواقع، ما يعني انتشار للدعم السريع في عدد من المرتكزات والمواقع. على مستوى القواعد الحربية الجيش كان قد بث عدة صور قبل عدة أيام لقاعدة النجوم جنوبي العاصمة الخرطوم بمحلية جبل أولياء، أعلن من خلاله استعادة هذه القاعدة جنوبي العاصمة التي كانت تتواجد فيها الدعم السريع، وهذه القاعدة أيضا تشكل للجيش نقطة استراتيجية مهمة في الجنوب جنوب العاصمة باعتبار أن هذه المنطقة دارت فيها اشتباكات خاصة في معسكر طيب الحسنات الذي تتواجد فيه قوات الدعم السريع، وأيضا منطقة مصنع اليرموك للصناعات الدفاعية والعسكرية التي دارت فيه اشتباكات في محيط المصنع وداخل المنطقة العسكرية الخاصة بالمصنع. ما زالت الاشتباكات في الأيام الماضية كانت تقدم عدد من التقارير والرسائل باعتبار أن منطقة جنوب العاصمة الخرطوم وحتى شمالي مدينة بحري في منطقة الكدر والخوجلاب وهذه المناطق ومناطق شرقي العاصمة شرق النيل، التقارير كانت تشير إلى أن المعارك والعمليات انتقلت إلى أطراف العاصمة باعتبار أن وسط العاصمة انحسرت في المعارك، وحتى سلاح الطيران كان يقصف تلك المواقع منطقة المستودعات بشارع الهوى بمنطقة أبو آدم، مستودعات الغاز والوقود ما زالت تحترق حتى اللحظة، ما يعني صعوبة الوصول وإطفاء الحرائق. عدد من المواقع الاستراتيجية بحسب الجيش أيضا كالمرافق العامة وعدد من المستشفيات كان يشدد الجيش على ضرورة الخروج من هذه المواقع حتى يتم من خلالها العودة من جديد لعدم تعليق الهدنات السابقة ومن ثم العودة إلى عدد من البنود المهمة في إعلان جدة الأخير. نعم.
شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات عمار أبو شيبة، كنت معنا من الخرطوم. يواجه النازحون في مخيم سوار بولاية الجزيرة وسط السودان صعوبة كبيرة في الحصول على المياه الصالحة للشرب والطعام، وبحسب متطوعي الهلال الأحمر السوداني فإنه تم تقديم السلال الغذائية بالإضافة إلى خدمات في مجال إصلاح البيئة والماء النظيف، إلا أن المخيم يعاني نقصا في مصادر المياه خاصة مع انتقال آلاف الأسر من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة وتحديدا مدينة ود مدنية. الآن نحن في معسكر إيواء مزرعة سوار، يمكن المعسكر انطلق الآن له 8 أيام. الحمد لله يمكن المتطوعين يعني من أول يوم كانوا حضور، متطوعي الهلال الأحمر السوداني كانوا حضور في هذا المعسكر، معسكر الإيواء، وتم تقديم الخدمات اللي بتتمثل في السلات الغذائية وبتتمثل في الأنشطة بتاعت المتطوعين في الدعم النفسي وتقديم الإسعافات الأولية النفسية بالنسبة للوافدين من المتأثرين من ولاية الخرطوم. برضو الخدمات الآن إحنا كمتطوعين بنقدم في خدمات في مجال الإصلاح البيئة وتقديم خدمات الماء النظيف، يعني لأنه يمكن المعسكر ده بيعاني معاناة كبيرة جدا جدا من إنه ما في مويه، ما في مصدر بتاع مويه، مصدر المويه يمكن يكون في مشكلة. إن شاء الله يعني برضو إحنا كمتطوعين ومع أخواننا في إدارة المعسكر إن شاء الله بنحاول أننا نحل مشكلة المويه. من بورت سودان ينضم إلينا الصحفي عبد القادر بكاش، أهلا بك معنا عبد القادر. يعني منذ انطلاق الهدنة كان هدفها الأساسي دخول المساعدات الإنسانية، وطلعنا كيف سير دخول هذه المساعدات الإنسانية، البرامج الإغاثية إن كانت هناك برامج وصلت إلى الخرطوم عن طريق بورت سودان، وأيضا يعني تضعنا في أجواء إن كان هناك عدد من يحاول الخروج أو اللجوء إلى دول أخرى مجاورة عبر بورت سودان. مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. الموقف الإنساني في مدينة بورت سودان الآن يزداد سوءا يوما بعد الآخر، خاصة بعد إغلاق عدد من الدول العبور إليها وتوقف التأشيرة إلى أو يعني بطء التأشيرة إلى جمهورية مصر العربية باعتبار الوجهة الأولى التي يقصدها أغلب السودانيين. كذلك هناك إجراءات التأشيرة الترانزيت للمملكة العربية السعودية أيضا تم إيقافها. الآن أعداد كبيرة جدا من السودانيين وفدوا من ولاية الخرطوم ومن بعض المناطق بغرض العبور، لكنهم لم يجدوا الفرصة الكافية، والآن أغلبهم يعني موجودون في مدينة بورت سودان في شكل مراكز إيواء. المدينة لديها ضغط كبير جدا في جانب الخدمات خاصة في المياه وتذبذب التيار الكهربائي بعد توقف المصدر الرئيس الكام موزي للمدينة هو بارجة كانت تولد توليد حراري، أيضا توقفت لأسباب خاصة بدفئيات السداد قيمة التشغيل. الآن الأعداد الموجودة حوالي تقريبا من 30 إلى 40 ألف سوداني الآن موجودون في مدينة بورت سودان، لم يجدوا فرصة للعبور إلى أي من الوجهات. أيضا مراكز الإيواء تواجهها إشكالات في نفس الخدمات رغم وصول أعداد كبيرة جدا من المساعدات، حوالي يعني 2000 طن تقريبا من المساعدات من دول الشقيقة العربية بالأخص وصلت إلى مدينة بورت سودان ووجهتها مدينة بورت سودان وولايات جزيرة وولايات دارفور وولاية الخرطوم. الآن الأمل ينساب بشكل طبيعي في وصول المساعدات إلى بعض المناطق غير المهددة في وضعها الأمني، لكن لا يزال العبور إلى مدينة الخرطوم تواجهها إشكالات لعدم اتداع الرؤية في مدى التزام الأطراف بعبور المساعدات. لم نرصد حتى اليوم تحرك أي شاحنات من مدينة بورت سودان إلى الخرطوم خلال نهار اليوم بعد دخول الهدنة يوم الثاني. كم عدد الشاحنات المتوقفة في بورت سودان وتعود إلى أي منظمات إغاثية؟ المنظمات الإغاثية أغلبها منظمات يعني مفوضية الأولى الإنساني ووزارة التنمية الاجتماعية هي التي تشرف بشكل مباشر على عملية توزيع المساعدات الإنسانية وتوصيلها بالتنسيق مع لجان الأمن في الولايات. وأيضا هناك منظمات مثل منظمة الغذاء العالمي
منظمة الصليب الأحمر لديها مجهودات، لكن منظمات الأمم المتحدة لم تدخل بعد ولم تجد تصل منها أي مساعدات للسودان حتى الآن، رغم وجود نعم. يعني أكثر من 8 هدن وتقديم عدد كبير جدا من توقيع الاتفاقات الخاصة بالهدنة، لكن لم تجد مساعدات أممية. أغلب المساعدات وصلت الآن مساعدات وصلت من دول عربية. نعم، طيب أنت قلت بأنه الشاحنات متوقفة في بورت سودان ولم تتمكن من الذهاب إلى الخرطوم، أسباب عدم ذهابها، هل هناك اشتباكات في الطريق؟ هذا أولاً عبد القادر. الأمر الآخر، اسمح لي إذا كانت في اشتباكات في الطريق للوصول من بورت سودان إلى الخرطوم، الفترة الزمنية وأيضاً تضعنا في صورة المدة التي تذهب بها هذه الشاحنات إلى أن تصل إلى مستحقيها. الشاحنات تحتاج من 14 إلى 13 ساعة للوصول من بورسودان إلى تقوم ولاية الخرطوم. الطريق من بورسودان حتى مداخل الخرطوم الطريق آمن تماما وتسيطر عليه القوات المسلحة السودانية، ولا وجود لقوات الدعم السريع في الطريق حتى مداخل ولاية الخرطوم. الآن النطاق الجغرافي للنزاع العسكري يتم في ولاية الخرطوم وهذا لم يتمدد. طب هل حاولتم تعرفون لماذا لم تذهب هذه الشاحنات إلى السودان إلى الخرطوم عذرا طالما أن الطريق آمن؟ الطريق الوصول آمن، لكن بعد ذلك دخولها إلى الخرطوم يحتاج لترتيبات أمنية ولم تتوفر حتى الآن. من معني يا عبد القادر بالترتيبات الأمنية؟ من المفروض أن يقوم بهذه الترتيبات؟ الترتيبات تقوم بها طبعا لجنة مشتركة من الطرفين، يجب أن تشرف على عملية دخول الشاحنات، ولم تتحرك شاحنات حتى اليوم من بورسودان، يعني خلال نهار اليوم في الهدنة الأخيرة لم أرصد أي تحرك لأي شاحنات جديدة، يعني الهدنة الجديدة لم تؤتي أكلها بعد. نعم. حتى الآن على المستوى الإنساني في دخول المساعدات. طيب. نحن الآن نتهرى مع الجهات المسؤولة للتوقف على الأسباب الأساسية التي حالت دون التحرك المساعدات الإنسانية من مدينة بورسودان لولاية الخرطوم. طيب عبد القادر، اليوم لم تذهب هذه الشاحنات إلى الخرطوم، ولكن في الهدن السابقة التي تم إعلانها وخرقت، هل كان هناك أي تحرك للشاحنات؟ وصلت مساعدات ولكن ذهبت شاحنات؟ نعم هناك شاحنات وهناك مساعدات تم توصيلها إلى ولاية الخرطوم وتم توصيلها إلى ولاية الجزيرة، وبعد الشاحنات وصلت حتى ولايات دارفور في نيالة والفاشر. أعلن نائب الحاكم وصول عدد كبير جدا من الشاحنات ومن المساعدات الإنسانية والطبية إلى ولايات دارفور. نعم، طيب أنا أشكرك حتى هذه اللحظة على كل هذه الإيضاحات من بورت سودان، الصحفي عبد القادر بكاش، شكرا جزيلا لك. تواصل الميليشيات في سوريا ترسيخ وجودها باستقطاب الرجال والشباب عبر العزف على وتر الأوضاع المعيشية الكارثية. ميليشيا فاطميون تستغل شح فرص العمل والرواتب الشهرية المتدنية في ظل ارتفاع فاحش بالأسعار لتجنيد الشباب في الريف الشرقي لمحافظة حلب. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد المجندين لصالح تلك الميليشيات ارتفع إلى نحو 3410 منذ تصاعد عمليات التجنيد في شهر فبراير 2021 وحتى الآن. وتتركز عمليات التجنيد في مناطق مسكنة والسفيرة ودير حافر وبلدات وقرى أخرى شرقي حلب، وتتم عبر دفعات مالية كبيرة نسبياً. جراء الحرب والزلزال المدمر تضرر متحف معرة النعمان في سوريا، لكن المتحف في إدلب والمشهور بفسيفسائه يخضع لعملية ترميم واسعة النطاق. مرت على هذه القناطر الحجرية حروب وغزوات، صهيل خيول وصرير سيوف، وصولا لهدير طائرات السوخوي ومدافع تركيا التي تعبر الحدود السورية بلا إذن تصريح. إلا أن الأمل ما زال موجوداً في إدلب السورية بإبقاء الهوية التاريخية لمتحف معرة النعمان حية. قد الكثير من الأضرار بهذا المبنى، فتصدعت بعض الأروقة وخاصة في الجهة الشرقية والجهة الشمالية الغربية، وطبعا سقطت بعض الأجزاء من الأجنحة والسقوف، وهناك يعني فتحات في سقفه نتيجة طبعا القذائف التي سقطت على المتحف.
عمليات الترميم لمتحف معرة النعمان في إدلب بدأت على قدم وساق، حيث سيعرض المتحف بعد الانتهاء من ترميمه مرة أخرى اللوحات الفسيفسائية التي سبق وجذبت الزوار من داخل البلاد وخارجها. بدأنا بفك والأجزاء المتضررة سواء نتيجة الحرب أو سواء نتيجة الأعمال الزلزال الذي طرأ على المدينة. تم فك الأجزاء المتصدعة والآلية للسقوط، ومن ثم تم إعادة بنائها، وتم استبدال الحجارة المفقودة من المبنى بحجارة جديدة مشابهة للقديمة. حتى الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا ولو فتت أحجار المكان فلا يمكنه أن يفتت التاريخ، فهنا دفن الشاعر الكبير أبو العلاء المعري، والأدب والتاريخ لا يمكن إلا أن يزهر في أرض معرة النعمان مجددا. هلا العلي، الحدث. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يبدأ مؤخراً الاستعداد لاحتمال حقيقي لشن حرب ضد إيران. الخلاف الموجود بين الرئيس والاتحاد العام تنسير الشغل، هل فعلا اليوم الحوار منقطع؟ العشرات حرفوا أنفسهم، الحوار مفقود بين السلطة وبقية المجتمع. هل نحن أمام بوعزيزي آخر مع كل ما يحمله ذلك من دلالات؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصلح أمور تونس وأن نذهب بها إلى البر الأمان بعقلية واحدة. نتمنى على رئيس الجمهورية أن يقدم برنامج. هل يجوز تحميل هذه الحكومة كل الأزمات الاقتصادية؟ جبهة الخلاص هي التي تتزعمها حركة النهضة هي كانت السبب في الأوضاع التي وصلت إليها تونس اليوم. عدد من الصحفيين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. بدأ التي ذكرها الرئيس قيس سعيد، علينا أن نجدها في أقرب وقت ممكن، وإلا وقتها كل شيء وارد في تونس. حكومة إذا كانت الميزانية والخزانة فارغة كيف يمكن أن تنجح؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. بكم من جديد. أفادت مصادر محلية في صنعاء أن ميليشيا الحوثي بدأت باستهداف المنشآت الطبية وشركات الأدوية بالجبايات والإغلاق. وقالت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط إن 10 فرق ميدانية تتبع للميليشيات بدأت بتنفيذ حملات نهب وجباية منظمة تستهدف أكثر من 116 من تجار ومستوردي الأدوية من مناطق متفرقة بصنعاء. وأكدت المصادر أن الحملة الحوثية طالت خلال يومين أكثر من 12 مستودعاً لبيع الأدوية بالجملة وسط صنعاء، كما أغلقت فرق الميليشيات 24 صيدلية وصادرت نحو 3 أطنان من الأدوية المتنوعة بزعم ضبط السوق الدوائية في مناطق سيطرتها. ونقلت الشرق الأوسط شكاوى مالكي الصيدليات والمؤسسات الدوائية في صنعاء الذين طالهم الاستهداف الحوثي بغية ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت مسميات مختلفة. We'll be right back.
من مأرب ينضم إلينا مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري. أهلا بك معنا سيد فهمي. يعني هذه الانتهاجية أو المنهج الذي تنتهجه الميليشيات الحوثية ليس منهج جديد في استهداف المنشآت الطبية أو التعليمية أو حتى المنشآت المدنية في العاصمة صنعاء، ولكن نحن نتحدث الآن على منشآت دوائية ومستلزمات طبية. ما مدى خطورة هذه الخطوة، وكيف يمكن أن يتفاقم سلبا على من هم بحاجة إلى الدواء الآن؟ بداية تحية لك تهاني وللمشاهدين الكرام. ليست المرة الأولى التي تستهدف في هذه الميليشيات المخازن الأدوية والصيدليات. خلال الفترات السابقة أغلقت على فترات متقطعة مئات الصيدليات، وصلت إلى 600 صيدلية ومخزن أدوية أغلقتها واختطفت مالكي الصيدليات والعاملين فيها. يأتي هذا ضمن استهداف وانتهاكها ضد القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص. قبل أيام اقتحمت الغرفة التجارية ويعني في انتهاك سافر ونهبت محتوياتها، وقامت بتعيين أشخاص من السلالة بعيدا عن الانتخاب الذي يمثلون رجال الأعمال. أيضا بالنسبة للصيدليات، خلال قبل أشهر قتل أكثر من 20 طفل بسبب هذه الأدوية المهربة والمغشوشة التي تتاجر فيها هذه الميليشيات. اليوم وصل الانتهاك بالعبث بحياة وأرواح الناس. القطاع الطبي والقطاع الصحي يفترض أن يكون محايدا وبعيدا عن الانتهاكات وبعيدا عن التضييق. اليوم هم يقومون بعملية تضييق على القطاع الخاص بما فيها القطاع الصحي من أجل التطفيش والتضييق عليهم من أجل الهجرة. هناك محاولة لتشريد قسري للقطاع الخاص من أجل بناء اقتصاد موازي على غرار التجربة الإيرانية الذي يريدون أن يطبقونها في اليمن، لكن لن يستطيعوا. الشعب اليمني ما يزال يواجه هذه الحملات التي تقوم بها هذه الميليشيات الحوثية التي عبثت بكل شيء. نعم. طيب، هل هناك موقف واضح من الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة لكل هذه الانتهاكات من قبل الميليشيا الحوثية، أم الصمت ما زال مستمر على كل المواقف؟ ما زال الصمت المخزي هو سيد الموقف. لم يفتح أي تحقيق بالنسبة لعملية القتل الجماعي للأطفال والأدوية المهربة، وأيضا القتل الجماعي التي قامت بها يعني في مختلف المراحل هذه الميليشيات. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ما زال يتفرج تحت لافتة وتحت عنوان الدواعي الإنسانية، لكن هذه الميليشيات وجدت تراخيا ووجدت تعاطفا من قبل المجتمع الدولي واستمرت في قتل المدنيين وانتهاك حقوقهم ونهبها. اليوم هناك عمليات نهب واسعة للقطاع الصحي، للمستشفيات تحت غطاء الحارس القضائي الذي ينهبون من خلاله الأموال والمستشفيات الخاصة والقطاع الخاص والشركات التجارية وكبرى الشركات يقومون بنهبها تحت هذه اللافتات، إضافة إلى الإتاوات غير القانونية والجبايات المهولة والمناسبات الطائفية التي تقيمها هذه الميليشيات، تفرض مبالغ وأموال بالإكراه وبالإجبار على جميع التجار وعلى طيب جميع المؤسسات من أجل أن يقيموا طقوسهم وفعاليتهم. طيب، مش من المفترض يعني حتى الآن هناك هدنة على ما يبدو هي سيدة الموقف؟ تقريبا نحن اقتربنا أكثر من عام، لماذا حتى الآن هذه الميليشيات تصر على جمع هذه الأموال والجبايات من المواطنين؟ إلى ماذا ممكن أن تخطط إليه إذا كان عندك معلومات؟ طبعا خلال منذ بداية الهدنة اشتدت وتيرة الانتهاكات، خاصة في جانب نهب الأراضي ونهب القطاع الخاص ونهب أموال اليمنيين، لأنها لم تجد، سقطت الشماعة التي كانوا يرفعونها، شماعة الطيران والعدوان وما يسمونه بالتحالف، يعني قوات التحالف وما إلى ذلك. هذه الشماعات جميعها سقطت، ولم وجدت نفسها هذه الميليشيات مواجهة أمام الشعب اليمني، ولم تصرف له مرتبات ولم تعطيه أي حقوق، فاتجهت إلى الإمعان
في الانتهاكات، لأنها وجدت نفسها أمام مواجهة أمام الشعب اليمني الذي يطالبها بالمرتبات وبالحقوق وبالكهرباء وبالخدمات الأساسية، لكنها تقوم باختلاق المشاكل وتقوم باختلاق الانتهاكات وتزيد منها، لأنها تقوم بنهب هذه الأموال لعملية الإثراء، ويصرفون فقط مرتبات لمن ينتمون إلى سلالتهم فقط. أما بقية اليمنيين اليوم يتضورون من الجوع، وأطفالهم يموتون في المستشفيات بسبب غياب الأدوية. حتى الأدوية التي تصرفها المنظمات الدولية يقومون ببيعها في السوق السوداء، يعبثون بأرواح اليمنيين وبحياة اليمنيين في مختلف الاتجاهات وفي كل المجالات. نعم. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من مأرب مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي زبيري، شكرا لك. دعا المتحدث باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحوثيين للإفراج عن 16 شخصا من أتباع الأقلية البهائية في صنعاء، وقال المسؤول الأممي إن خطباء حوثيين يحرضون ضد الأقليات الدينية في البلاد. قيام السلطات الحوثيين باحتجاز مجموعة من أتباع الأقلية البهائية والخطبة التي ألقاها شمس الدين شرف الدين مفتي صنعاء تحرض على كراهية البهائيين وغيرها من الجماعات الدينية من الأمور التي تثير قلقاً بالغاً. نحن نحث على الإفراج الفوري عن 16 شخصاً ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، وندين استخدام أي لغة تحرض على التمييز والعنف لا سيما ضد الأقليات، وغالباً ما تؤدي إلى النفي القسري والنزوح. أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي مؤخراً بدأ استعدادات فعلية لاحتمال شن عمليات عسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة فإن مخابرات الجيش الإسرائيلي أنشأت وحدة خاصة مهمتها الإعداد لمخطط محكم للحرب الإسرائيلية الإيرانية الأولى، مضيفة أن الخطة العسكرية تحاكي استهداف المنشآت النووية في إيران. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. البرلمان العراقي يستكمل اليوم التصويت على باقي مواد قانون الموازنة. العشيرة في العراق تنظيم فطري يقوم على رابطة الدم. صار مشاهدة كلام ديلو، هذا فتح نار وهذا فتح نار، وقع بها ابن ضحية راح سبب دقات العشائر. يرثه الفرد بالولادة، يتزايد نفوذ العشائر في العراق يوما بعد آخر. نهج سورة الفاتحة على نية الرضا بين خوان نشبور وخوان الأهل زيادة. نزاعات وخلافات تنشأ في الداخل العشائري، والقوي يغلب الضعيف. حقيقة في بعض النزاعات العشائرية اللي شهدها العراق في بعض مناطق حوادث مؤلمة باستشهاد مواطنين لا سبب لهم. هل باتت سلطة العشيرة فوق سلطة الدولة؟ وهل فقد المواطن ثقته بالقضاء العراقي؟ قانون العشائر العراقية مهما خاصة. الليلة 9:30 على شاشة العربية. مؤلم في الصميم ما طلعناه من دم عراقي مهدور من الشهداء والجرحى. الكريم والحياة الكريمة للإنسان العربي.
أهلا بكم من جديد. ألقت الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان بثقلها على عمال أجانب يقيمون في البلاد، بمن فيهم فئة العاملات في الخدمة المنزلية المستثنى من بنود قانون العمل والخاضعة لنظام كفالة، حيث يرى مدافعون عن حقوق العمال أن هذا الاستثناء غير إنساني. العاملات في الخدمة المنزلية بلبنان الأكثر تضرراً جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. هذه المعاناة فاقمها نظام الكفالة الذي حل بديلاً عن قانون العمل والذي استثني منه عمال الخدمة المنزلية. كان للأزمة الاقتصادية الأثر البالغ على العاملات بالخدمة المنزلية أو عمال المنازل بلبنان، وكان الأثر مضاعف بسبب الأثر اللي تركته على أصحاب العمل أو الكفلة، ولأنه العمال بالخدمة المنزلية هن تحت تأثير أزمة اقتصادية سابقة لهذه الأزمة بسبب نظام الكفالة. نظام الكفالة يحرم العاملة المنزلية أيضاً من أبسط الحقوق الإنسانية التي ترعاها المواثيق الدولية ويرعاها قانون العمل اللبناني، كساعات الراحة والأجر العادل وإتاحة عطلة أسبوعية وعطلة سنوية وغيرها من أيام العطل. هذا النظام يحرم العامل بالخدمة المنزلية أو العامل بالخدمة المنزلية من أبسط الحقوق الإنسانية اللي بترعاها المواثيق الدولية واللي بيرعاها قانون العمل اللبناني اللي هن مستثنيين منه. مشكلة تأجيل أو عدم دفع الأجور للعاملات المنزليات دفعت بالعديد منهن إلى رفض هذا الوضع، ما أجبر أرباب العمل على طردهن أو تركهن في الشارع أمام سفاراتهن دون تعويض. صارت غلط الدولار، لما بدهم يقبضوا لازم بيكون كل واحد بنات بيقبضوا كل شهر، يعني هن اللي بيدفعوا المدامات بيقولوا شهر بعطيك، شهر الجاي بعطيك، للشهر الثاني بعطيك، ببطلوا. لا طيب بنت شو بدها تعمل؟ فيها تشتغل يعني؟ لا، نحن بنجي هون بلبنان عشان نشتغل، نعيش، نساعد احنا، نحن بدنا نعيش، مش جايين بنشتغل بدون مصاري يعني. العاملات لم يستطعن العودة إلى بلادهن بسبب الأوضاع الاقتصادية، كما أنهن لا يستطعن البقاء في لبنان لذات السبب. مي المهندس، الحدث. من بيروت ينضم إلينا أستاذ التمويل الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور جهاد الحكيم. أهلا بك معنا دكتور جهاد، إن شاء الله كنا نطقت الاسم الأخير صحيح بس. الحكيم، تفضل. الحكيم، أهلا وسهلا. طيب دكتور جهاد، بالنسبة لمشكلة العمالة المنزلية الآن، من معني بمعالجة مشاكلهم وإعطاء حقوقهم ومستحقاتهم وتسفيرهم إلى بلدانهم؟ شكرا للاستضافة. برأيي يجب أن يكون هنالك حل جذري لهذا الموضوع، ويجب أو يعدل قانون العمل ليشملهم، أم يكون هنالك مشروع قانون جديد يحسن من أوضاعهم ويعطيهم حقوقهم، لأنه لا يجوز أن يتم استغلال هذه الفئة التي أتت إلى لبنان وراء رزقها، والتي ساعدت أيضا الأسر اللبنانية وأيضا السيدات في لبنان من أجل التوفيق بين عملهم وشؤون المنزل، وبالتالي يجب إعطائهم حقوقهم وحمايتهم على أكثر من صعيد. وهنا نرى أن الجمعيات الأهلية تضغط في هذا الاتجاه، وهذا الأمر ليس بجديد. كان هنالك مشروع قانون في سنة 2011 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، لأن الوزير الذي أتى بعد الوزير الذي كان مسؤولا قد فضل أن يكون هنالك تعديل في المادة السابعة في قانون العمل، بينما الوزير السابق كان قد تفضل بمشروع قانون. وفي سنة 2018 عادت هذه الأمور إلى الواجهة، لكن حتى الساعة ليس هنالك من حقوق تذكر لهؤلاء العمال، وهذا والحقوق بالنسبة للعاملات في المنازل هي تختلف من رب عمل إلى آخر. فإذا كان رب العمل ميسور وكان لديه أخلاق حميدة كما يجب،
فيقوم بمعاملتهم كما يجب ولا يأكل من حقوقهم ويقوم بالتغطية الصحية اللازمة لهؤلاء العمال. لكن لا يجب أن ننسى أن حتى الشعب اللبناني اليوم أكثر من نصفه دون تغطية صحية، وبالتالي الدولة هنا مسؤولة ويجب أن تتدخل بأسرع وقت لأجل تسوية أوضاعهم وأعطائهم أيضا الحقوق، لأن الكثير منهم لديهم ما يسمى مرتبات متأخرة أي متوجبة ولم يتم دفعها، فيجب التعويض عليهم كما التعويض على بقية من مهدورة حقوقهم. نعم. طيب أنت قلت لابد أن يكون هناك قانون وإصلاح قانون، هل هذه من جملة القوانين المطروحة الآن للإصلاحات إن يعني تم أو تخلص لبنان من مسألة الفراغ الرئاسي، أم سيبقى الأمر عالق إلى أن تأتي حكومة جديدة وانتخابات ودستور وما إلى ذلك؟ لا يجب ربط هذه الأمور الإنسانية الاجتماعية المحقة بأن يكون لدينا رئيس من عدمه، يجب أن يلتئم مجلس النواب عندما يحق له بالتشريع وبإقرار القوانين الملزمة. هذا لا يعني أنه يجب بحجة غياب الرئيس أن نأكل حقوق العمال وحقوق أي شخص موجود في لبنان، لأن ذلك مضر بسمعة لبنان ومضر باسم لبنان ومضر بنا كلبنانيين. طيب دكتور جهاد، لماذا تم استثناء حقوق هؤلاء من قانون العمل؟ لماذا ترك الأمر على مسألة فردية؟ يعني تخضع لكل إنسان وضميره في كيفية التعامل مع من يستقطبه من الخارج. لأن اعتبر البعض أن الذهاب إلى منازل الأفراد وزيارة حرمة المنزل والتأكد في حال كانت العاملات تقوم بواجباتها وهي تؤمن الساعات اللازمة من عدمه، هنالك بعض الخصوصية للمنازل، لذلك آثروا أن يكون هنالك مشروع قانون خاص، لأنه هنالك استحالة أو صعوبة في زيارة المنازل الخاصة للأفراد للتأكد من أن العاملات تقوم بواجباتها وهي أيضا تأخذ حقوقها، أي أنها تنام بالمكان المناسب وهي تعامل بطريقة لائقة وجيدة كما تنص شرعة حقوق الإنسان. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من بيروت، أستاذ التمويل الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور جهاد الحكيم، شكرا لك. رفع مجلس النواب العراقي جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى الخامسة من عصر اليوم بتوقيت بغداد لاستكمال التصويت على ما تبقى من مواد، وكان المجلس قد صوت على مواد القانون حتى المادة 24، فيما أرجئ التصويت على المادة 14 الخاصة بإقليم كردستان العراق والمواد 15 و16 و17 بسبب الخلافات. يذكر أن عدد مواد مشروع قانون الموازنة يبلغ 67 مادة. إلى ذلك، كشف تقرير لمعهد واشنطن الأمريكي عن ارتفاع ميزانية الحشد الشعبية في العراق للعام الحالي، وأوضح التقرير أنه في موازنة 2023 ارتفعت ميزانية الحشد من 2,160,000,000 دولار في آخر موازنة مصرح بها إلى 2,060,000,000 دولار. وأضاف التقرير أنه لم يعد من الممكن إخفاء السرعة الفائقة التي يزداد بها حجم قوات الحشد الشعبي وتمويلها. ولفت التقرير الأمريكي إلى مضاعفة عدد ما مقاتلي الحشد المسجلين وتزويدهم بمنافع حكومية طويلة الأجل، بالإضافة إلى توسيع الأعمال المدنية والقواعد الصناعية الخاصة بقوات الحشد الشعبي في العراق.
أصدر مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للرئاسة التركية بياناً نفى فيه تدهور الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان، وذكر المركز بأن الشائعات التي تم تداولها حول صحة أردوغان غير صحيحة وتهدف لتضليل الرأي العام. وفي إبريل الماضي نفت الرئاسة التركية أخبار متداولة حول إصابة أردوغان بنوبة قلبية. يذكر أن أردوغان كان قد تخلف عن حضور بعض فعاليات الحملة الانتخابية بناء على نصيحة الأطباء، كما توقف فجأة عن إجراء مقابلات تلفزيونية قبل أن يعود مجددا ليعلن أنه أصيب بنزلة معوية. قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن قراصنة حاولوا خطف سفينة تركية قبالة سواحل نابولي، ما استدعى تدخل القوات الخاصة الإيطالية، فيما أكد مصدر حكومي لوكالة فرانس بريس أن القوات الإيطالية الخاصة استعادت السيطرة على السفينة ونقلت الطاقم إلى بر الأمان. مشاهدينا، بذلك نأتي إلى ختام ختام هذه الساعة الإخبارية. شكرا لكم وإلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.